الصبح عيسه وحملوها وسارت بالهوى الإبل يا حادي العيد يا حادي العيس عرج كي أودعهم يا حادي العيس يا حادي العيس في ترحالك الأجل إني على العهد يا ليت شعري بطول البعد ما فعلوا اتعرفت النظام الوزاري عقبت وكان يعرف هاي المثقف وكان يمثل مسرح هو أول ما بدأ يمثل ثم ترك معهد الفنون الجميلة ثم بعد ذلك سنة 47 عام إلى معهد الفنون إذا أنت تؤكد على ثقافة المطرب وثقافة المغني لأنها الحصيلة النهائية للنجاح الأبناء ليس هناك فنان يستطيع أن يحلق بجناح واحدة إن لم يكن هناك جناحان جناح الموهبة وجناح العلم الموسيقي إذا أراد أن يحلق. يقال أن عادل هاشمي حطم الكثير من الأصوات ومنها عندما عمل في 20 سنة اشتغلت في جلبة أحسن أصوات. قال هنالك ضحايا لعادل هاشمي. وأنا بصريح العبارة بشجاعة الرجال أفتخر بها. تفتخر أن تكون قامة بأصوات؟ لأنني أنا واقع. تندم على صوت أدافع عن الحق الجمالي. تندم أنت عن صوت غبر عليك؟ وتندمت انه ما انطيت الدرجه. كاظم سعد يقول عادل الهاشمي هو يعني اعطاني لقب السعد. ما ادري انت قلت يعني مر عليك واسمه كاظم جبار. كاظم جبار قدمت لي اياه خونا رجب الله يذكرها بالخير. مذيعه لانا قدم استبعدك يعني مقابل على كاظم الساهر يعني ما اقدر افهم هذا الموضوع الرائع. يعني بعدك انت مقابل انه كاظم الساهر الان صوت متشنج خالي من العاطفه. طبعا الاحكام علميه ما لها علاقه. ليش هاي الشهره وليش هاي منو؟ انت من انت بالحظ انه مراتك وشخص محظوظ؟ هذه اشتهر كاظم الساهر كما سالتني اذاعه مون كارلو اذا لماذا اشتهر؟ قلت لها اشتهر في زمن الشفقه العربيه على العراق. فقط هذا راي من حين بركات ايضا قال كاظم الساهر عاش على هموم شعب بس هو مغني يؤدي صحيح ابو محمد الساهر عدد خليك منصف ما يؤدي صحيح. لا ولا يلحن. متى يلحن؟ اغلب الالحان الناس راح يقروا. لا طبعا اغلب الالحان لحنها هو الا شو اسمه احمد فتح الله احمد. لا فتح الله وزع. لحن الحن جورج وانا عندي قائمه. وانت تشوف الكاظم الساهر مثل ما قال يسلم عليك ولا ما شاء الله ولا بالتقديم ودعتنا لقاء